بنصبح على حضراتكم من جديد. لكل مشاهدينا اللي لسه ما نزلوش، خلينا نستعرض معاكم جولة مرورية نبص فيها على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. احنا عارفين ان في ناس ابتدت تنزل بالفعل وفي ناس لسه ما اتحركتش، وهنبتدي معاهم دلوقتي جولتنا المرورية على طول من القاهرة وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه للعباسية. احنا شايفين هناك سيولة مرورية تامة لغاية غمرة. اللي هيكمل معانا في اتجاه العباسية هنلاقي كثافة بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ولو تابعنا شارع صلاح سالم زي ما احنا شايفين هنلاقي سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين بقى لغاية الملك الصالح. احنا شايفين كثافة مرورية نسبية في الوقت الحالي، ونكمل لغاية كوبري الروضة، وبرضو احنا شايفين هنا بعض الكثافات المرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين لغاية ما بيوصل ل 15 مايو بسبب زيادة السيارات. والكثافات المرورية دي هنلاقيها تاخدنا وتروح لغاية شارع عباس العقاد. كمان احنا شايفين كثافات في شارع صلاح سالم والطيران، وده بالتزامن مع دخول الموظفين لجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء، وده بسبب هنا هنلاقي بعض الكثافات المرورية. لو بصينا بقى عند الطريق الدائري هنلاقي كثافات أعلى، دائري المرجل المتجه من نفق السلام في اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم، لكن إجمالا مفيش أي مشاكل في منطقة القاهرة. نشوف مع بعض الجيزة، وإحنا عارفين إن في إغلاق في بعض الطرق وده هيؤدي لكثافات مرورية. نشوف مع بعض الإغلاق الأعلى الطريق الدائري الأوسطي في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية أعلى التقاطعات اللي إحنا هنقولها دلوقتي، المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر. الإصلاحات دي أو الإغلاق ده هيكون لمدة شهر، والأعمال هتكون على مدار 24 ساعة من غير ما يبقى فيه تعطيل لحركة المرور. وكمان هيبقى فيه غلق كلي، او احنا عارفين بالفعل انه مغلق لطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان جهينة باتجاه طريق الواحات، وتحديدا في المنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 اكتوبر وميدان الحصري. اللي جاي بقى من عند الدائري في اتجاه اكتوبر لسه برضو الطريق مغلق بسبب الاعمال اللي موجودة، والاتجاه اجباري من خلال نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج، الاثنين على نفس الدرجة من السيولة المرورية. خلينا بقى نروح لشارع الهرم ونشوف ايه اللي بيحصل هناك. احنا عارفين ان طبعا هنلاقي كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وباقي الهرم الرئيسي هيبقى فيه بعض التباطؤ في حركة السيارات، وهنلاقي كثافات هتظهر في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين ولغاية الطلبية، وكثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق ولغاية منطقة العشرين. هنلاقي كمان كثافات تانية عند شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. لكن لو بصينا على محور صفت احنا دلوقتي نقدر نتحرك فيه، لكن السيولة المرورية هتقل في الفترة اللي جاية في الاتجاه لجامعة القاهرة. خلينا بقى نروح للأليوبية ونشوف الأخبار هناك في الشوارع الداخلية والشوارع المؤدية للقليوبية. اللي جاي من الطريق الزراعي كثافات بسيطة جدا في طريق اسكندرية بسبب زيادة أحمال السيارات، وفي الاتجاه اللي جاي من الأقاليم وصولا للقاهرة ولغاية الطريق الدائري. الكثافات دي بقت أقل طبعا بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق. وخلينا بقى نبص على الاتجاه الآخر، احنا شايفين كثافات متقطعة، وده بسبب متابعة الدورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر في الطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن بقى اللي هيجي من الطريق الزراعي متجه للدائري سواء للجيزة أو للمرج هيلاقي السيولة المرورية فيما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكن مش هتكون مؤثرة بشكل كبير. أما اللي هيجي من عند منطقة الدلتا ويستخدم طريق شبرا بنها الحرة علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع، بيفضل أو بننصح أنه يمشي على محور الفريق العصار مروراً بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد وتحديدا شارع أوجينا. هنلاقي هناك سيولة مرورية، ولو كملنا لغاية شارع جمال عبد الناصر زي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات بسيطة خالص، وبعد كده هتقل لغاية ما بنوصل لشارع 23 يوليو ومنه على طريق طرح البحر اللي هو احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة ومفيش أي مشاكل. لو بصينا بقى على شارع الجمهورية هنلاقي بعض الكثافات المرورية اللي هتكمل معانا لغاية آخر الشارع.
احنا كده نبقى خلصنا جولتنا المرورية. خلينا بقى نطمن حضراتكم ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة اللي هيبقى فيه استمرار في انخفاض درجات الحرارة، والطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون فيه أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وكمان ممكن نلاقي أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وفي أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وممكن الأمطار دي تتحول لأمطار غزيرة في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة صباحا 17 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25 درجة، والأقل هتكون في كاترين 14 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.